تعالوا خلينا نتكلم مع بعض في بعض الكلمات المصلوية، يعني مثلا قبانكم وقبان الموصل الحلوي، صح الحلوي؟ حلو. اشكرك. حلو زين. حلو. الله يديم عليكم. بعدين في شغلة ثانية، بعض الكلمات اللي فيها حرف الراء تنطق غين، يعني مثال احنا نقول على راسي صح، هم يقولون على غاسي صح. ما حد صفق هالمره، ما في لا مصدومين. الباحث والمختص في شؤون اللهجة راح نسميك. طبعا نور يحارب الكوادر السياحيه. بس لا تنسى اول مدرسه نور. لا هو احنا قلنا بيفتح لنا المدرسه اهو. زين وشو بعد كلمات ثانيه؟ اللهجه المصريه يعني مثلا هي قربانكم، قربان قلبك. نور يلا عطني كلمه مصلويه. اخشعك. يعني شنو اخشعك؟ صح اخشعك عباس. اخشع انت ماكو بعد شا ماكو اكو موجود اكو اكو من الرياضيه مات الموصل. واحد يريد تذاكر يعني يبي تذاكر. ابو التذاكر. اعطوني كلمه مصلويه بعد. شنو شنو الكلمه؟ كلمه كره قدم. اشني بالمصلاوي كره قدم. كغت. لا طبي. ها طبي. طابه يعني. طبي. اوكي انت لان لهجتكم فيها شوي من سوريا او حلب يعني. شكله طبعا هو غششني من شوي اساسا. نسينا اطفال. أطفال. طفل. إيه؟ ولد انتو صحوا. إيه؟ احنا صحوا عجي. 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 مجموع الأطفال عجاية. عجاية. ايه. هاي وين العجاية؟ هلا. لا تتعمق أكثر. أنا بسوي مسابقة حق الكلمات المصلوية. الشارع. ايه الشارع. غير. الشارع لا. ايه. ها. شارع. بس الكلمة الثانية المرادف لها إسقاق. اسقاق. يعني زقاق. زقاق. اوكي اوكي. الاسقاق. وين العجائب الاسقاقات؟ قبانكم. يعني وين الاطفال؟ الشارع.